cooking some lunch, yeah. Cause I got a hunch, girl. رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين طيلة فترة شهر رمضان المبارك. عم نطلع عليكم وضيفنا اليوم تلميذ فندقية من السنة الثانية، دق لي على التليفون قال لي شيف حابب اطلع معك بشهر رمضان، احترمنا اتصاله واليوم ضيفنا الشيف مأمون حسن. اهلا وسهلا فيك. تسلم. اهلا فيك. حضرتك من المدرسة الفندقية؟ نعم. واليوم حابب تطلع هيك بمحبة للجمهور الكريم. مزبوط. وتعملنا شوي من اطباقك. نحن بنرحب فيك وبنشجعك ومنشجع من كثير من امثالك، لانه نحن انطلقنا كنا مثلك. مزبوط. وشوي شوي وان شاء الله تصيروا مثلنا وتستلموا عنا بكره بعد شوي. هيدا فخر لنا وفخر للبنان. اهلا وسهلا فيك مأمون. وكمان مشاهدينا اكيد نحن اليوم موجودين بكارفور بيروت سيتي سنتر بافضل المنتوجات ومتعه التسوق دائما بهالمكان. الرحب بالاسعار المدروسه، بالعروضات المميزه، بالنظافه، بالمحافظه على النظام والامن. يعني فعلا بتحسوا حالكم كانكم بالبيت ودائما بضاعه طازجه ومميزه. وطبعا كارفور اكثر بكثير ونحن بنقولها مثل ما بقولها بصوت عالي. خلينا نشوف الطبق الاول اللي هو نحن شوربه الفطر. اليوم بدنا نعمل شوربه الفطر مأمون، بما انه شوربه الفطر هي من الشوربات الطيبه. يعني شوربه الفطر وقت نحن بدنا منكم تركزوا وتعملوها وتجربوها كثير مميزة، وخاصة استعمال الفطر الطازج. رش طازج. طازج يعني مش معقول، بيعطي نكهة الشوربة الطيبة وخاصة الكراف. وكثير سهلة، كراف وكرافس وفطر، مرد دجاج ملعب بهار وكريمة وبنطحنها وبتطلع العملية خالصة وبدغري بنتلذذ فيها وقت الإفطار. مزبوط. خلينا نشوف المكونات وطبعا نعود معك. مكونات شوربة الفطر: كرات عدد واحد، كرافس عدد واحد، نصف كيلو فطر، مرقة الدجاج حسب الحاجة، نصف لتر كريمة، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. طبعا مشاهدينا قبل ما نبلش الشوربه كمان بدنا نرحب مش بمأمون، برحب باليماما. اكيد اكيد. ضيفتنا وزميلتنا كمان في حدك. مزبوط. يعني هالمنتوجات الحلوه ما في خبركم، منظر رائع فعلا، بتحس حالنا بامان وسيفتي بكل المناسبات وين ما كنا. موجوده بكل بيت باسعار مدروسه بنوعيه ممتازه جدا. انا وبكل فخر افتخر باليماما انه موجوده بمطبخهم. كمان انت بمطبخكم تستعملهم؟ اكيد. مطبخكم تستعملوا بالمدرسة الفندقية؟ تستعملوا اليماما. مزبوط. لأنه طيبة، دبس الرمان طيب، وبعدين مثل ما بقولوا كثير مناسبة، ما فيها مواد حافظة وأسعارها مدروسة ونوعيتها والكواليتي تبعها ممتازة جدا، فشي حلو. صح. رح نبلش نحن أنا بالشوربة، بس رح نقرأ بالأول كمان الطبق اللي رح تبلش فيه أنت. يعني أنا بعمل شوربة، أنت بتعمل الباذنجان. أوكي. أوكي. خلينا نشوف الطبق الثاني، الباذنجان اللي حضروا اليوم شيف مأمون. رح نقول لك شيف من هلا لانه انتم اسم الله عليكم منطقين بهالحياه، ونشوف المكونات نرجع. مكونات سلطه الباذنجان مع الخضار: كيلو باذنجان مشوي، خيار عدد 2، بندوره عدد 2، بصل عدد 2، ربع باقه نعناع اخضر، ربع بيقة بقدونس، فليفلة عدد واحد، نصف كوب زيت زيتون، ربع كوب دبس رمان، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لك يا مشاهدين أكيد يعني ما تستغربوا إذا شفتوا شيف مأمون شيف ضعيف وشيف ريشار حاجة تانية. بس ولكن بدي أقول لكم شغلة، إنه أنا وقت كنت بعمره لمأمون كنت بوزنه، بقى هو صار رح يصير بعمري أكيد رح يصير بوزني. فالبداية صعبة، خطوة خطوة، درجة درجة، وبإذن الله بوافقك بتصير مثلي إن شاء الله. لكن أنا رح بلش بالشوربة مع الكرات والكرافس. أنا هون رح نحمي الشوربة. بلش أنا شيف بتقطيع الباذنجان.
بتبلش تقطع وانا رح بلش كمان بالكرة كرافس. خلينا نعمل خذ وقتك دائما. هيدي الخشبه البيضاء لك في سكين لك. اهلا وسهلا فيك شيف مأمون حسن، انت من الجبل. نعم. وتحيه لاهل الجبل كمان. نحن وطبعا منطقه الخضراء يعني فينا نقول نحن من علي كمان، انا من علي بس انه هلا سكين بيروت صرنا. كمان بنوجه تحيه لكل اهل الجبل وانا من علي عروس المصايف والله. يلا هون طبعا الكرات والكرافس اكيد الكرات والكرافس بيعطي طعم كثير طيبه. هون اكيد الكرافس بيعطي تعطري اللي هي بوكي جارني. مزبوط بوكي جارني. هون نحن الكرات والكرافس كثير مهم مشاهدينا استعملوا بالشوربات عرق بعرق، دائما خلوا عندكم بالبراد. هون نتفه زيت نباتي، الزيت النباتي واكيد هلا شايف انا هون عم قطع الباذنجان. عم تقطع الباذنجان المشوي انت؟ شويت الباذنجان قشرته وهلا عم تقطعه. الباذنجان هو من اطيب الخضار وخاصة إذا ضفنا عليه الخضار بيعطي نكهة وطعم ومذاق رائع جدا. مزبوط. هون لكن احنا رح بلش أنا كمان ب الفطر. هون لكن مأمون عم بيقطع الباذنجان، رح تضيف له أنت البندورة والخيار والبصل. مزبوط. تعمله على طريقة الراهب. صح، راهب باذنجان. راهب باذنجان طيب كثير خاصة إذا حطينا له الحامض. زيت دبس الرمان، ملح وبهار، ملح دبس الرمان، هالملح دائما عيار الملح كثير اساسي، وزيت الزيتون بنحس نحن عم ناكل خضره باذنجان. يعني حنفطر اليوم على هالسلطه الطيبه وممكن كمان خبز محمص، يعني اذا كنا عم ناكلها مع كعك او خبز محمص، حتى اذا جبنا الكعك اللي بناكلها كعك وزعتر حمصناها مزبوط بتطلع طيبه نعم. لانه خبزتها بتكون عجينتها بتكون سميكه بتطلع طيبه كثير. صح عظيم. هون ها هون هون الفطر او اللي بسموه شامبينيون دو باري، هذا الفطر اللي موجود بكل المحلات. بالزمان كان اسعاره غالي بس بما انه صار في له زراعه صار في له زراعه بلبنان. والباذنجان اكيد نحن دائما ننصح ينشوى على الغاز من فوق، يعني ممكن شوي بالفرن بس يستحب دائما يكون من فوق. واذا بدنا طعم مميز جدا عندكم باربيكيو او منقل فحم ولعوا الفحم السنديين واكيد الباذنجان بواسطه سيخ بنعمل قدوح بالباذنجان حتى يفوت الحراره جوا مع طعمه بالضبط. وطبعا بيعطي طعم كثير طيبه للباذنجان لانه الفحم اللي بيعطي نكهه سموكت اللي هي مدخن يعني. فاذا بصيركم تشوي الباذنجان على الفحم اكدوا انه رح يطلع طعمته اطيب بثلاث مرات. انا هون ما بيأثر اذا شويناه على الغاز، بالعكس كمان نفس الطريقه واسرع. وهون نحن الكرات والكرافس عم نضيف الفطر. انا شايف خلصت تقطيع الباذنجان. بتحب تبلش الخضره هون؟ تفضل. يا هون كمان شو المطبخ مطبخك، اعتبر البيت بيتك. بنبلش نقطع الخيار اول شيء. الفطر اكيد بيشرب من المواد السائله، نرجع نزيد له شويه زيت لانه فيه مثل مواد سفنجيه فبصير عمليه امتصاص. لكن كرات وكرافس دبلناهم على النار، ممكن حط زيت وزبده وممكن بلا زبده. دبلنا الكرات والكرافس، ضفنا الفطر دغري على النار، بنلاقي الفطر دبل. وهون انا عم ضيف مرقه الدجاج اللي هي بتعمل طعمه طيبه كثير. نخليها تغلي شوي، بنسكر عليها 5 دقائق من الوقت بس. وانا هون كمان رح شوف مأمون رح نحط الباذنجان اللي قطعه بواسطة السكين وخيار وبندورة. دائما عم تشوف تقطيع مأمون هول الطلاب الفندقيين الشاطرين اللي عم ينطلقوا لبلد لبنان، لبلد لبنان السياحي. نحن بلد سياحي وبحاجة لهالاجيال الجايه من بعدنا. بنحط هون شيف الخيار فوق الباذنجان. اوكي عظيم. كمان بنضيف الطماطم والنعناع اكيد والبقدونس والفليفله، يعني كلها خضار شهيه وخاصه نحن على مشارف باب الصيف يعني. صح. فبيطلع عنا احلى منتوجات زراعيه. وطبعا
بندوره، ممكن استعمل بندوره الجبليه الطيبه هيك الحبة الكبيره. وقت الافطار رح يكون في عندنا طبعا افطار شهي ولذيذ، لكن شوربه الفطر، سلطه باذنجان الراهب، ورح نشوف كمان طبق التالي. الطبق التالي اللي هو اليوم عملنا بولي سوبريم، تشيكن سوبريم، صح، طبق شهي لذيذ جدا من طبعا المطبخ الاوروبي، وبينعمل بعده طرق. ممكن نضيف عليه الاناناس، ممكن نضيف عليه قصص كثيره، ولكن اليوم رح نعملها على طريقه شيف مأمون التلميذ الفندقي المجتهد. ماشي الحال؟ تمام. يلا خلينا نشوف مكونات الطبق الثالث. هون بنضيف كمان طماطم. نضيف طماطم. مكونات دجاج سوبريم، دجاج مسلوق عدد واحد، جزر عدد ثلاثة، كرات عدد واحد، كرافس عدد واحد، نصف كوب زبدة، نصف كوب طحين، نصف لتر كريمة، مرقة الدجاج حسب الحاجة، ربع كوب عصير حامض، جوزة الطيب رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. عظيم. لكن هون مثل ما شايفين، بسم الله عليك ما شاء الله، صرنا عاملين الباذنجان، الخيار، البندوره، في الفليفله والنعنع والبقدونس، كله عم ينفرم. نعم. طبعا بهالوقت، بهالوقت انت عم تفرم الفليفله شيف مأمون. لا طبعا رح نروح لفاصل، بس قبل الفاصل بدي اسالك، الراهب كمان فينا نحط لها ثوم كمان اللي بحب لها ثوم. مزبوط. بس ولكن بلا ثوم تزبط. صح. عظيم. يلا تابع مأمون، ورح نروح لبريك، ومن بعد البريك راجعين معكم بطبق البولي سوبريم، واكيد شيء طيب على الاخر. وعودة معكم مشاهدينا، ومن بعد الفاصل وضيفنا كمان اليوم مأمون الحسن. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك من المدرسة الفندقية بير حسن. نوجه تحية لكل الطلاب ولمدراء الكرام. وهون نحن أكيد عنا الراهب من أخلطها. تفضل مأمون، وانا رح اضيف لك زيت الزيتون. بدناش ننسى دبس رمان كمان يماما. اوكي، دبس الرمان من يماما، وطبعا رح نضيف الملح. والبهار. كمان حط لها شوية فلفل. ايوه، شو صار معك هيك حوادث مأمون معك بالفندقيه؟ تعلمتها؟ صار معك حادثه مثلا؟ لا، انا من انا وصغير بشتغل فيها. بشتغل انا بمطعم المصطبه بعباي. نعم، بعباي. بوجه له تحيه لنديم جابر. نعم، بالمطعم كمان. اوكي. وبحبها من انا وصغير يعني، وكمان بيي بشجعني دائما انه اشتغل بالطبخ وهالقصص. يعني المهم تحبها، اهم شيء تحبها. انا بحبها. انا مثلا ابني مجرب تعلمه فندقيه ما حبها، بس هلا هيئته عم يزرع، عم بيقول لي حابب اعمل اوتيل مانجمنت. ان شاء الله هيك الله يلهمه، حتى يكون واقف دائما حدي ويكون حدي وين ما رحت. بس انه منيحه مصلحه له. صح. شو رايك؟ ما نحط دبس رمان شيف. هون نحن رح نضيف الراهب نسكبها بهالطريقه. واكيد نحن في عنا طبق الجيش سوبريم. مظبوط. عظيم. هون طبعا فينا نستعمل كاسه، فينا نستعمل، بس هيك اليوم هيك شغله حلوه. واكيد رح نحط لها دبس الرمان. فوالا هيك. أوكي. الصوص ضوضاء لبلبه. هون نشيلها على مهلنا. عظيم. اوكي. واكيد رح نضيف لها دبس الرمان يا ماما للي اليوم طبعا دايما بترفقنا اليماما بكل حلقاتنا بشهر رمضان. اليماما احلى ريحه، اطيب طعمه، وفعلا شهيه جدا. دبس الرمان من يماما انا بنصحكم تستعملوه بالاكل، رح تحسوا حالكم فعلا عم تاكلوا شيء طيب وشيء بيرفع الراس. انا هون رح ضيف دبس الرمان بهالشكل. يا سلام. و هذا الطبق صار جاهز،
واكيد مشاهدينا بما انه اليوم الحلو طبق رائع جدا رح بيكون في عنا طبق حلو سهل ولذيذ بحبوه الكبار والصغار. بدنا نشوف من شو مؤلف والمكونات تبعه ونعود معكم. مكونات افوكا مع القشطه والمكسرات، افوكا عدد 2، موز عدد 2، ربع كوب قشطه، ربع كوب عسل، ولوز للزينه. لكن هلا اكيد مأمون رح نبلش نحن بتحضير السوبريم الدجاج. نحن سلقنا الدجاج طبعا، بدك تحط الزبده، في عندك شريط الخفق هون، ونحن كمان بنفس الوقت هون بما انه الفطر صار جاهز رح نضيف له كمان شويه مرقه. تفضل عمينا لك. انا بهالوقت كمان بدي اطحن الفطر الكرات والكرافس مع مرقه الدجاج. طريقه كثير سهله مشاهدينا وشوربه كثير كثير طيبه. كرات كرافس ندبره على النار مع زبده وزيت او بلا زبده زي ما تكون، بنحط لها فطر طازج، بنضيف لها مرقه الدجاج، وبنضيف لها كريم اجباري نحط لها كريم، وطبعا الملح والفلفل. وبس تستوي بنطحنها بواسطه الهاند بلندر، بنحركها من وقت للتاني وبنحصل على مذاق وشوربه رائعه جدا. مأمون شو عم تعمل هون؟ اوكي هون لكن نحن مأمون عم بدوب الزبده، رح احط لك اياها على نار اقوى شوي تطلع رايحتك. هون نحن عندنا لكن الهاند بلندر والشوربة أكيد بدنا نسكبها. هون عظيم، هون بدك طحين كمان، بنحط الطحين فوقها ونحن وعم نحركها بنحطهم شوي شوي احلى ما يكبر تدريجيا. هيدا بسموه رو الابيض والرو الاسمر، صح حسب قدام الخليه على النار، اذا سمرت بصير اسمه رو اسمر. بتصير للصلصه السمراء، صح. هون بدك تضيف لها مرقه، مزبوط، وفيك تضيف لها كمان مي حدك. عظيم، مرقه الدجاج يعني اكيد فينا نستعمل مرقه الدجاج او فينا نستعمل كمان شوي. اوكي لحتى تاخذ يعني طريقتها كثير سهله. وهون نحن كنا سلقين الجزر، عظيم، هون سلقنا الجزر، فينا نحطه لانه الجزر مسلوق، بس كل الجزر مسلوق فبتصير قصتها كثير سهله. وهون رح نضيف لها نحن الكريمه، الكريمه تاخذ مذاق. هلا هي مبدئيا مرقه الدجاج فيها طعمه طيبه والكريمه بتعطيها طعمه، الجزر مسلوق، وعندنا هون الدجاج، نحط الدجاج، رح نضيف لها الدجاج، الدجاج المسلوق كمان، مزبوط. انا رح سهل عليك شوي، رح نشوف بنضلنا نحركهم شاف احلى ما يلزقوا. طبعا نحن حطينا الدجاجات واكيد ننزل لها شويه مي لتنعم اكثر. اذا شدت معنا دائما عم نعدلها بين المرقه والمي او الكريمه، مزبوط. يعني فينا نحط لها كمان سويت كورن، فينا نحط لها، انا اليوم حابب احط لها، شو رايك اذا ضفنا لها كمان سويت كورن؟ اليوم سويت كورن من عند اليمامه طعمته كثير طيبه، ف نفتحها بطريقه سهله. هون شوربه الفطر،
واكيد مع سويت كورن والصوص سوبريم تطلع كثير طيبه، بتعطيها طعمه لذيذه فعلا. مع اليمامه للسلطه، للطبخ، للبيتزا، مع الساندويشات حبيتها كثير حلوه. شيء بجنن فعلا. اليمامه ترفع الراس، واكيد احنا بنقدمها مع رز ابيض. الرز الابيض هون كان احنا فينا نسكبها مع امون. اوكي، لانه هي صار جاهزه، صار جاهزه شاف، ما بقى بدها الزبده والطحين استوى، والمرقه مع الكريمه صح. بهالوقت هون رح نسكبها نحن، واكيد مشاهدينا بهالوقت رح نروح لفاصل ونعود معكم. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، واكيد نحن موجودين بكارفور بيروت سيتي سنتر، ودائما متعة التسوق واكيد اوفر بكثير، بس نقول كارفور يعني اوفر بكثير من غيره. ونحن اليوم نكون الطبق الرابع من بعد ما عملنا متبل الباذنجان الرهيب، الباذنجان باذنجان رهيب هو كله متبل، وفي عندنا تقطيعات. اهلا وسهلا، في عندنا شوربه الفطور، في عندنا البولي سوبريم، واكيد رح ننتقل هلا عد السير على الافوكاد. تفضل، رح ركب لك الهاند بلندر. اوكي، رح نحط الافوكاد. نحن في عندنا موز وافوكاد، واكيد فينا نضيف الحليب. الحليب يعني انا من محبين الحليب، وخاصه اذا كان كامل الدسم. بنحط الحليب. اوكي، يعني الحليب اذا كان كامل الدسم انا بفضله، لانه منيح للجسم. هون رح نحط شويه عسل هلا زياده هيك. هلا اذا بدنا نعملها ما بلا حليب فينا نعملها تطلع مثل معجون، واللي بده يشربه شوي يكون رخو اكثر. اوكي، نطحنهم هلا. بهالطريقه الهاند بلندر. اكيد هون طبعا الافوكاد المستوي، دائما تاكدوا انه يكون الافوكاد مستوي بشكل مأمون. مظبوط، عشان اسهلنا بالطحن وما في طعمه، ما في برغل. صح، برغل. هون لكن نحن عم نعمله مظبوط، حطينا عسل بقلبه، رح نحط عسل على الوجه كمان، وما بننسى اللوز طبعا. هون لاحظنا كيف، يا سلام. يعني اليوم نحن مثلا فينا نتحلى بالافوكاد، مش ضروري انه على طول ناكل شيء دسم، طالما انه في عندنا قشطه نستفيد منها مع الافوكاد. صح، والافوكاد هو من الفاكهه المغذيه جدا. مظبوط. انت اسكبها عنا كمان. واكيد نحط، ما بننسى القشطه على وجهها. هون اذا بدك تزينها شوي العسل. يا سلام العسل. فينا نزينها بشوية فراز كمان إذا بدنا. أكيد رح نزينها بالفراز هون، وفي كمان مع القلوبات كمان. ها صح، هون كمان الجوز كثير مهمة. هيك بناكل الفواكه على جنب وبنتحلى بالأفوكاد. عظيم عظيم. يعني اليوم أربع أطباق شهية. نحن اول شيء مثل ما بيقولوا انبسطنا فيك مامون حسن، انت تلميذ فندقي بالسنه الثالثه، ثاني طالع على الثالثه ان شاء الله. بنتمنى لك توفيق، وبنتمنى لك دائما من الازدهار الكامل، وبنقول لك جود لك. كانوا اطباقك شهيه جدا، يعني برافو عليكم، انتم هالجيل واعيين. بنطلب منكم انه تسابروا، تطالعوا، تحضروا برنامج ثقافيه طبخ كمان تحت التقدم. طبعا، وسلام لمعهد، نوجه تحيه مدرسة الفندقية ببير حسن، والمدرسة الفندقية بالدكواني،
والمدرسه الفنيه بالمنصوريه طبعا او لحبيب قلبنا لانه نحن ربينا من منذ زمن يعني مثل ما بيقولوا. وشكرا اكيد لليماما وشكرا لكارفور. وكمان مشاهدينا بكره حلقه مميزه جدا، الى اللقاء والف صحتين.